بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله صغيراتي الجميلات، في هذا اليوم سوف نتعرف على درس مقارنة الكسور العشرية وترتيبها. بداية يا سادة، وقبل أن أبدأ بدرسي لهذا اليوم، كلنا نعرف يا سادة فوائد الرياضة، ما لها من فوائد في تحريك الدورة الدموية، في التخلص من السعرات الحرارية، في أنها كيف تمد الجسم بالطاقة، كيف تجعل جسمك يحتوي على الكثير من اللياقة، تسهل عليك عملية الحركة. الرياضة لها فوائد كثيرة. طيب، عندي طالبتين من الصف السادس قرروا عن فوائد الرياضة، وقرروا أنهم فيما بينهم يعملون رياضة، فبدأوا بكتابة جدول للسعرات الحرارية التي مشوها أو للسعرات الحرارية التي تخلصوا منها خلال كل يوم. طيب، عندي الطالبة الأولى قالت لزميلتها: أنا اليوم استطعت أن أحرق 533 سعرة حرارية. قالت زميلتها: أما أنا فاستطعت أن أحرق 446 سعرة حرارية. أي منهم حرقت سعرات حرارية أكثر؟ عشان أعرف أي منهم حرقت سعرات حرارية أكثر، كنت أستعمل المقارنة، كنت أستعمل مقارنة الأعداد. طبعا هذا الدرس تعرفنا عليه سابقا خلال السنوات الماضية. طيب يا سادس، من تذكرني بطريقة مقارنة الأعداد؟ كيف أستطيع أن أقارن الأعداد؟ أحسنتم رائعين، اللي قالت أن نضعها فوق بعض، أحسنتم رائعين. إذا أنا عشان أقارن بين هذا العددين، عشان أقارن بين هذه الأعداد، أرتبها فوق بعض. يلا خلونا هنا نرتبها فوق بعض، نقول 533 وهنا 446. طبعا شرط الترتيب أن يكون الأحاد تحت الأحاد، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. بعد ما رتبناها يا سادس، يلا نبدأ بالمقارنة من جهة اليسار، من جهة الأكبر اليسار. نقارن بين الخمسة والأربعة، أية أكبر، الخمسة ولا الأربعة؟ واضح أن الخمسة أكبر، بما أن الخمسة أكبر، إذن 533 أكبر من 446. وكيف كنا نكتب إشارة الأكبر؟ كنا نستعمل بفم، أو كنا نستعين بفم السمكة، ونضع فم السمكة جهة العدد الكبير. إذن 533 يعتبر أكبر من 446. هذا السادس تعرفنا عليه سابقا في السنوات الماضية، كيف أقارن بين الأعداد. درس اليوم كذلك سوف أقارن وسوف أرتب، ولكن ليست الأعداد الصحيحة. سوف أقارن وأرتب الكسور العشرية. من تخبرني ما هي ميزة الكسور العشرية؟ على ماذا تحوي الكسور العشرية؟ أحسنتم رائعين، الكسور العشرية هي التي تحوي الفاصلة، هي التي تحوي الفاصلة. كأن أقول 535 من 100، أو أقول 446 من 100. طيب، كيف أقارن بين الكسور العشرية؟ سوف أستعمل نفس طريقة مقارنة الأعداد العادية، بمعنى أني سوف أضعها فوق بعض وأبدأ المقارنة من جهة اليسار. إذن فكرة درسي لهذا اليوم أن أقارن بين الكسور العشرية وأرتبها، المفردات التي سوف أتعرف عليها المتباينة، الكسور العشرية المتكافئة. طيب، بداية يا سادس، سوف نقرأ مثال استعد. مثال استعد يقول: جبال، الجدول أدناه يبين ارتفاع بعض الجبال في المملكة العربية السعودية. ولدي هذا الجدول، هذه مجموعة من الجبال، كل جبل بالمقابل له ارتفاعه بالكيلومترات. فأسود على سبيل المثال ترتفع عن الأرض بمقدار 3.2 من 100. جبل مومة يرتفع عن الأرض بمقدار 2.64 من 100. جبل العريف يرتفع عن الأرض 203 عفوا 2
و63 من 100 جبل منعاء، 2.78 من 100. أما جبل المجاز فيرتفع عن الأرض بمقدار 92 من 100. يقول أي الجبال أعلى ارتفاعاً؟ أوضح ذلك. طيب يا سادس، لعشان أنا الآن أبغى أقارن بين هذه المجموعة من الجبال، عندي مجموعة كبيرة من الجبال، أريد أن أعرف أيها أعلى ارتفاع أو أيها أقل ارتفاع، إذن أنا أريد أن أقارن. كيف أستطيع أن أقارن؟ كما ذكرت لكم سابقاً أن أكتبها فوق بعض كما هو الآن مكتوب في هذا الجدول، كاتبينها فوق بعض، شفتوا كيف؟ طيب الآن أبدأ بالمقارنة، هل أبدأ باليمين أو أبدأ باليسار؟ أحسنتم رائعين، كما ذكرت لكم في المثال الآنف نبدأ المقارنة من جهة اليسار، نبدأ المقارنة من جهة اليسار، ثم أسأل نفسي أي الأعداد أكبر؟ عندي هنا 3، 2، 2، 2، 2، أي الأعداد أكبر؟ أحسنتم رائعين، 3 هي أكبر الأعداد الموجودة في جهة اليسار، إذن 3.2 هو أعلى ارتفاع أو هو أكبر عدد، إذا حين يقول أي الجبال أعلى ارتفاعاً؟ هو جبل السودة الذي يرتفع بمقدار 3.2، إذا اسم هذا الجبل جبل السودة، جبل السودة. ارتفاعه 3.2، عفوا 3.2. واضح يا سادس؟ لكي أقارن بين الكسور العشرية سوف أستعمل العلامات أكبر من وأصغر من ويساوي كما كنت أستعملها تماما في مقارنة الأعداد الكلية. طيب تعرفنا أيضا على لما أنا أبغى أقارن بين عددين زي قبل شوية لما كتبنا 533 و446، حنا ذكرنا يا سادس أيهم أكبر؟ أحسنتم، 533 ذكرنا أنها أكبر، إذا أنا عندي جملة رياضية، جملة رياضية تحوي على عدد وعدد آخر بينهما إشارة أكبر من، هذه الجملة الرياضية أسميها متباينة، أسميها يا سادس متباينة. وش يعني متباينة؟ المتباينة هي جملة رياضية تبين عدم تساوي مقدارين فيكون أحدهما أكبر أو أصغر من المقدار الآخر، أي أنا عندي مقدارين وبينهم إشارة أكبر من، هذه أسميها متباينة. كذلك لو كان عندي الإشارة بالعكس، لو كان أستطيع أن أكتب 446 وهنا 533، طيب 446 هل هي أكبر ولا أصغر؟ أحسنتم، أصغر، إذن أصغر من 533، هل أسمي هذه متباينة أم لا يا سادس؟ أحسنتم، أسميها متباينة، ليش؟ لأنها عبارة عن جملة رياضية، هل المقدار بينهم متساوي؟ لا، المقدار بينهم غير متساوي، فواحدة منهم أكبر من الأخرى أو واحدة أصغر من الأخرى. طيب لو أنا أسألك سؤال وأقول لك مثلا العدد 336 و336، ماذا ألاحظ يا سادس؟ ماذا ألاحظ؟ العددين هل في عدد أكبر من عدد أو كلها متساوية؟ أحسنتم رائعين، متساوية. طب هذه الجملة الأخيرة، الجملة الرياضية، هل أسميها متباينة؟ لا، أحسنتم رائعين، لا تسمى متباينة لأنها تحوي إشارة المساواة، إشارة المساواة أسميها معادلة سوف نتعرف عليها لاحقا بإذن الله، أما درس اليوم سوف أتعرف فقط على المتباينة التي تحوي إشارة أكبر من وأصغر من. طب أنتقل إلى تحقق من فهمك ألف، تحقق من فهمك هذا مرتبط بسؤال أو بمثال، استعد. يقول قارن بين، قارن على طول، إذا أستعمل أنا أكبر أو أصغر أو يساوي،
شفت المقارنة؟ إذا أنا عندي هذه الثلاث إشارات، إما أستعمل أكبر أو أستعمل أصغر أو أستعمل علامة المساواة. طيب يقول قارن بين ارتفاع جبل المجاز وجبل منعاء مستعملا الإشارات أكبر من أصغر من أو يساوي. طيب كلنا ننظر سويا إلى الجدول، كم يبلغ طول ارتفاع جبل المجاز؟ المجاز ارتفاعه 92%، منعاء 78%. إذا أنا أريد أن أقارن بين هذين الجبلين المجاز ومنعاء، هل الأكبر أو هل الأطول 72 أم الأطول 92؟ يلا نكتبها تحت ونبدأ بالمقارنة باستعمال نفس الطريقة اللي أخبرتكم في بداية الحصة، 72 أو 92%. طبعا إذا أنا العددين الموجودة عندي أول شيء أكتبها 72%، أريد أن أقارن بينها وبين 92%. طيب يا سادس، كيف أنا أقارن بين الأعداد؟ كيف أن أقارن بين الكسور العشرية كلها بنفس الطريقة؟ اتكلمنا يا سادس عشان أنا أقارن لازم أحطها فوق بعض. طيب بداية في الكسور العشرية، يميز الكسور العشرية وجود الفاصلة، يميز الكسور العشرية وجود الفاصلة. فأنا لو أبغى أكتبها فوق بعض، أول خطوة يا سادس أني أكتب الفواصل فوق بعض، أكتبي الفواصل فوق بعض، هذه أهم خطوة عشان ما تتلخبط عندي الأعداد. أكتبي الفواصل فوق بعض، العدد الأول هنا نكتبه 2 على يسار الفاصلة، 78 على يمينها. طيب العدد الثاني 2 على يسارها، 90 على يمين الفاصلة. بكذا أنا رتبت الأعداد بطريقة صحيحة. أهم خطوة عندي أن أرتب الأعداد بطريقة صحيحة، ثم أبدأ بعد ذلك بالمقارنة من جهة اليسار. 2 و2 ما الأكبر، 2 ولا الاثنان؟ أحسنتم، متساوية، وجدناها متساوية. إذا أنت قل العدد الذي يسبقها، 7 و9 ما الأكبر، 7 أم 9؟ أحسنتم، 9 أكبر. إذا 92% أكبر من 72%. إذا 92 هي الأكبر. طب أضع إشارة أكبر ولا أصغر؟ أحسنتم رأين، أضع إشارة أصغر من، ليش؟ يعني أنا بقرأها من اليمين، بقول 2 و78 هل هي أصغر ولا أقل؟ أقل من 92، 2 و78 أقل من 92، جبتها من هنا، قلنا لأن 2 و78 أقل من 92. إذن واضح طريقة المقارنة. سوف أخذ مثال آخر على المقارنة كي أتأكد من فهمي. أنتقل إلى مثال أتأكد. المثال رقم 1، قارن بين الكسرين العشرين في كل مما يأتي مستعملا أكبر من أو أصغر من أو يساوي. طب العدد الأول كيف أقرأ هذا العدد؟ أحسنتم، 4 من 10، والعدد الثاني 5 من 10. كيف أستطيع أن أقارن؟ قلنا الخطوة الأولى للمقارنة أن أكتب الفواصل فوق بعض، ما أنسى أهم خطوة أني أكتب الفواصل فوق بعض، وبعد كذا أبدأ بكتابة الأعداد 0 و4 من 10، هنا 0 و5 من 10، هذا 0 و4 من 10 كتبنا 0 و5 من 10. طيب يلا نبدأ المقارنة من جهات اليسار. 0 و0 هل في أحد أكبر من أحد؟ متساوي، أحسنتم. أنتقل إلى ما بعد الفاصلة، 4 و5 من الأكبر؟ أحسنتم، 5 من 10 أكبر من 4 من 10، وبذلك أنا أضع الإشارة، الأكبر جهة فم السمكة جهة 5 من 10. كيف تقرأ؟ 4 من 10 أقل من أو أصغر من 5 من 10. طب أنتقل إلى السؤال رقم 3. السؤال رقم 3، هذا انتهينا من السؤال رقم 1. السؤال رقم 3 يقول قارني بين 2.7 و2.7،
ما الأكبر برأيك؟ هل هو 2.7 ولا 2.7؟ طيب يلا يا ثاني يا سادس، سوف نقارن بينهم بنفس الطريقة. وش كنا نسوي أول خطوة؟ نضع الفواصل فوق بعض، هذه أول خطوة. بعد كذا يا ثاني يا سادس، أبدأ بكتابة الأعداد. العدد الأول 2.7، العدد الثاني 2.7. ولاحظ أن جزء من 10 لازم أكتب تحت جزء من 10، جزء من 100 لازم أكتب تحت جزء من 100. طب هنا عندي العدد الصحيح 2، الجزء من 10 موجود، الجزء من 100 هنا تحت موجود، هنا ما فيه، أضيف مكانه الصفر ثم أبدأ بالمقارنة. أبدأ بالمقارنة، أقارن من جهة اليسار 2 و2، ماذا ألاحظ؟ أحسنتم، متساوي. إذا أنتقل للعدد الذي يسبقه 7 و0، ما الأكبر؟ 7. أحسنتم، إذا 72 أكبر من 2.7. 72 أو 2.7 هي نفس العدد، سواء كانت 7 أو 7، هو نفس العدد. إذا 2.7 أكبر من 2.7. طيب سؤال رقم 4، سؤال للأذكياء. يقول السؤال 25.5، هل هي أكبر أم 25.50؟ طب أعطيني إجابة مقترحة، 25.5 ولا 25.50؟ اكتبي إجابتك المقترحة بقلم الرصاص هنا، ثم بعد ذلك سوف نحلها سويا لنعرف هل إجابتك صحيحة أو خاطئة. سوف نتبع الخطوات التي تعلمناها. إذا عندي أنا هنا سؤال رقم 4، سوف أحله بنفس الطريقة. أول خطوة أن أضع الفواصل، الخطوة الثانية أكتب الأعداد، هنا 25.5، وهنا 25.50. ركزي في هذا السؤال لأن هذا السؤال تكثر فيه الأخطاء. طيب أول شيء نشوف الخانات، هل الخانات مكتملة أم لا؟ هنا العدد الكلي أحاد أحاد، عشرات عشرات، بعد الفاصلة جزء من 10، جزء من 10، هنا جزء من 100، هنا ما يوجد لدي جزء من 100، إذا أضع مكانه 0. أحسنتم رائعين، أي خانة فارغة أضع مكانها 0، ثم أبدأ بالمقارنة. 2 و2 متساوين، أنتقل للي قبلها. 5 و5 متساوين، أنتقل للي قبلها. 5 و5 متساوين، أنتقل للي قبلها. 0 و0 متساوين. إذا هل هناك عدد أكبر من عدد؟ لا. أحسنتم، إذا 25.5 هي نفسها 25.50. ماذا يدل ذلك يا سادس؟ على أن الأصفار جهة اليمين ليس لها أي فائدة ولا تزيد من قيمة العدد، وذلك في الكسور العشرية فقط. في الكسور العشرية أجد أن الأصفار جهة اليمين لا تزيد من قيمة العدد. وبذلك أنا انتهيت من فكرتي الأولى لدرس اليوم اللي هي مقارنة الكسور العشرية. طيب بالنسبة إلى سؤال 4، شفتي 25.5، 25.50؟ كنت في البداية أعتقد أنها غير متساوية، ولكن حينما قارنت بالطريقة اللي اعتدنا عليها وجدت أنها متساوية. إذا وجدت كسرين عشريين متساويين أسميها كسور متكافئة، أسميها كسور متكافئة. أحسنتم، وهذا ما تعرفت عليه سابقا في الصف الخامس والرابع، وقبل ذلك تعرفنا على ماذا تعني الكسور أو الأعداد المتكافئة. إذا الأعداد المتكافئة هي أعداد لها نفس القيمة، 25 و5 هي نفسها 25 و50، إذا هما عددين متكافئين. واضحة الفكرة الأولى لدرسي لهذا اليوم؟ إذا اليوم بحمد الله تعرفت على كيف أقارن بين كسرين عشريين، وماذا تعني كلمة الكسور المتكافئة. أنتقل إلى الفكرة الأخرى لهذا الدرس. الآن سوف أنتقل إلى الفكرة الثانية من درسي لهذا اليوم، ألا وهي ترتيب الكسور العشرية.
ترتيب الكسور العشرية يا سادس بنفس طريقة مقارنة الكسور العشرية، ولكن الفارق بينهما أن مقارنة الكسور العشرية سوف أقارن بين عددين فقط كما في هذا المثال، أما بالنسبة لترتيب الكسور العشرية سوف أقارن بين أكثر من عددين كما في هذا المثال. ألاحظ يا سادس في هذا المثال، تحقق من فهمك، أريد أن ألفت انتباهك إلى نقطة معينة بالنسبة للفواصل. ألاحظ أنا عندي فاصلة للأعلى للأسفل وفاصلة للأعلى، ما الفرق بين الفاصلتين؟ الفاصلة للأسفل هي الفاصلة العشرية، فحينما أريد أن أقرأ هذا العدد أقرأه 35.6. أما بالنسبة للفاصلة للأعلى فهي الفاصلة التي تفصل بين عددين، فهذا يعتبر عدد وهذا يعتبر عدد آخر. نقرأ سؤال، رتب الكسور العشرية الآتية تنازليا أي أبدأ بالكبير حتى الصغير، تصاعديا كأني أصعد الدرج من الصغير حتى الكبير. قال تنازليا، إذن أنا أبدأ أنزل من الدرج، أبدأ بالكبير ثم أنزل 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 حتى أصل إلى أصغر رقم. يلا يا سادس من تذكرني بالخطوات، خطوات ترتيب الكسور العشرية؟ نفس خطوات المقارنة اللي ذكرناها آنفا. أول خطوة أضع الفواصل، كم عندي من عدد أنا؟ شوفي حطي تحتها خط عشان ما تلخبطين بين الفاصلة اللي تحت والفاصلة اللي فوق. هذا العدد الأول، الفاصلة اللي تحت يعني فاصلة عشرية، هذا العدد الأول 35.6. فاصلة فوق أي أنها تفصل بين الأعداد. طب هذا 35.7، هذه فاصلة تحت أي أنها فاصلة عشرية، هذه فاصلة تفصل بين الأعداد. العدد الثالث 35.5، العدد الرابع 35.849. الخطوة الأولى أن نضع الفواصل، يلا عندي أربعة أعداد يعني أضع أربعة فواصل، 1، 2، 3، 4. أهم خطوة يا سادس الترتيب، أبدأ بترتيب الأعداد فوق بعض بطريقة صحيحة، لو أنا رتبتها بطريقة خاطئة بتصير المقارنة كلها خاطئة عندي وبصير الترتيب كله خطأ، فعشان يكون ترتيبي صحيح أبدأ بوضع الفواصل. يلا أكتب الأعداد، أكتب الأعداد، الخطوة الثانية أنا أكتب الأعداد، العدد الأول 35.6، العدد الثاني 35.7، لازم خانة جزء من عشرة تحت خانة جزء من عشرة، ما أكتبها تحت الستة، إذا أنا كتبتها تحت الستة بيكون المقارنة خاطئة، فجزء من عشرة لازم تكتب تحت جزء من عشرة، جزء من مئة تحت جزء من مئة، وجزء من ألف كذلك تحت جزء من ألف حتى أنتهي من جميع الأرقام. طيب العدد الثالث 35.5، ضروري أكتبها تحت خانة الجزء من عشرة. العدد الأخير 35.849. إذن هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، الخانات الفارغة أضع مكانها صفر. تعالي نشوف خانات الأعداد الصحيحة، هذه خانة الآحاد كلها مكتملة، خانة العشرات كلها مكتملة. أنتقل إلى الأجزاء، خانة جزء من عشرة موجودة في العدد الأول وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع، خانة الجزء من مئة موجودة هنا لكن هنا ما هي موجودة، أضع مكانها، أحسنتم، صفر، وهنا أضع مكانها صفر. طيب خانة الجزء من ألف، ولاحظ فقط عندي رقم واحد يحتوي على جزء من ألف، إذا باقي الأرقام أضع مكانها، أحسنتم، أصفر. الآن أبدأ بالمقارنة، هل أبدأ بالمقارنة يا سادس من اليمين أو من اليسار؟ ممتاز، أبدأ بالمقارنة من جهة اليسار، وأركز أنا أريد أن أبدأ بالعدد الأكبر لأنه طلب مني أن أرتب تنازليا، إذا أبحث عن العدد الأكبر ثم الأقل ثم الأقل حتى أصل إلى أقل رقم. العدد الأكبر يلا 3 3 3 3، ألاحظ أنها متساوية، أحسنتم، انتقل للخانة التي تسبقها 5 5 5 5، ألاحظ أيضا أنها متساوية، إذا أنتقل للأرقام في الأجزاء العشرية 0 7 5 8، أنا أبحث عن الأكبر ما أنسى، وجدت أن 8 هي أكبر عدد
بمعنى أن 35,849 من 1000 هو أكبر عدد. إذن هذا العدد رقم واحد. ثم أنتقل بعد ذلك لأقارن بين الثلاث أعداد الأخرى. يلا أبدأ بالمقارنة من اليسار. 3 3 3 انتهيت منها متساوية. أنتقل للخانة التي تسبقها. 5 5 5 أيضا متساوية. أنتقل للخانة التي تسبقها. 0 7 5 الأكبر هو 7. إذن هذا هو العدد الثاني. طيب الآن سوف أقارن بين العدد اللي فوق والعدد اللي تحت. 35.6 أكبر ولا 35.5؟ ولاحظ عندي 3 هنا و3 هنا متساوي. اللي قبلها 3 وعفوا 5 و5 متساوي. اللي قبلها هنا عندي 0 وهنا عندي 5، وش الأكبر؟ أحسنتم، 5، أي أن هذا العدد يحتل المركز الثالث، وأخيرا هذا العدد يحتل المركز الرابع. وبكذا نكون انتهيت من الترتيب، ولكن سوف أكتبها هنا مرتبة تنازليا. أبدأ بالعدد الكبير 35,849 من 1000، هذا العدد الأول. لعشان أفصل بين العدد وعدد أضع فاصلة للأعلى، أو أضع شرطة زي ما أنت حابة. بكده أنا فصلت بين العدد وعدد. العدد الثاني رقم 2 اللي هو 35.7 من 10. طيب أضع الفاصلة للأعلى. العدد الثالث 35.5 من 10. أضع الفاصلة للأعلى لكي أفصل بين الأعداد. العدد الأخير والرابع هو 35.6. وبكذا أنا أكون انتهيت من ترتيب هذه الكسور العشرية تنازليا. وهذه هي الفكرة الثانية من درسي لهذا اليوم. إذن تعرفت اليوم يا سادس معكم على كيف أقارن بين كسرين عشريين، كيف أرتب مجموعة من الكسور العشرية، تعرفنا على ماذا تعني المتباينة، وعلى ماذا تعني الكسور العشرية المتكافئة. أتمنى الدرس يكون سهل خفيف لطيف عليكم. أراكم على خير، في أمان الله.